فجوزي لقاني ان انا بعمل حاجات غريبه، العربيه مثلا النقل الكبيره معديه من جنبي وانا جوه العربيه اعمل كده، فيقول لي على فكره ده العربيه بره، اقول له لا انا احساسي ان هي جايه عليا. في مثلا انا ماشيه بالعربيه وفي واحد معدي اقول له تعالى كده تعالى كده تعالى كده، فجوزي يقول لي على فكره في كلاكس، واحد جنبي عايزه بقى اعمل ان انا شاطره بسوق واقول له لو سمحت المكان الفلاني فين، فالراجل عشان هو هنا قوم رايحه له بالعربيه والراجل يبعد وانا وراه. اسمعي عندك حق. الله جميله يا بدريه. كنت في منطقه تانية. كنت بقى فريره ولا قاعده يعني خايفه؟ لا حضرتك الكرسي لازق في الدريكسيون، دريكسيون في صدري هنا كده وبسوق عامله كده يا حبيبتي ورجليا بقى يعني واتلخبط بقى واشيل رجلي واحط رجلي وفجاه ارفع رجلي عظيمه عظيمه. جوزي قال لي لا حضرتك ما تسوقيش تاني خلصت، نزلني بقى. لا وايه بقى، كنت رايحه استقبله من المطار، فمن الهرم للمطار عذبت ام لا اله الا الله في الطريق. ده اكيد كانت سلمى معايا بقى الناس يشاوروا لي يقولوا والنبي خليها تيجي على جنب. وهي عيني كانت صغيره تقول لي يا ماما عمو بيقول لك تعالي على جنب، ولا عمو مين وقته يا جامد. وقت عمو لا ده كان في موكب الريس كان معدي والله. كويس اللي ما طبطش عليكي. لا لا كويس ما جابوليش من قفايا. الحمد لله. والله بقى الظابط يقول لها خليها تيجي على جنب، يا ست الريس وراكي في موكب يا ست، وانا بقى رايحه طريق المطار والله. الحمد لله ما خدتش في الكلابوش. لا ما اتخانقتيش وانت بتسوقي بقى في السواقه العظيمه دي ولا كنت بتخافي؟ خالص خالص. واللي نزلني يقول لي انزلي دلوقتي عشان مثلا دخلت بقى ديب كده فيه، فيقول لي تدفعي لي حقها، اقول له عينيا بس صوتك ما يتعليش. انت خبطتي عربيات يا بدريه؟ ايه اذا كنت بخبط نفسي وانا ماشيه مش هخبط ربي. والله ده في عربيه عملتها كشك سجاير وامشي واجركن بقى، انا كنت انزل من انا مشكلتي ما اعرفش اركن، ولما اجي ابص ورا دوخ عقبال ما ارجع بقى واسترد عفيتي. فاروح المشوار وانا ماشيه افكر هركن ازاي يا حبيبتي، اي مخلوق معدي اقول له لو سمحت ممكن تركن لي وادي له المفتاح. والله الناس تبص لي ايه العبيطه دي يعني. مسالمه مسالمه. لو سمحت ممكن. ماشي. طب ايه موقف الرعب في السواقه بقى اللي كنت بجد خايفه؟ الرعب اللي هو خايفه اخبط حد. لا يعني حصل حاجه موقف بقى على يعني طريق سريع يعني موقف كبير وانت بتسوقي بقى. لا هو انا لما رحت لجوزي بقى المطار علشان استقبله بقى وفرحانه وانا جيت لك اهو بقى وحط الشنط اتفضل، فلسه طالعه يعني مش عارفه ركبت على رصيف باين، طلعت على كشك المرور ده اللي هو عملت حاجه غريبه. قام قايل لي بس لو سمحتي اهدي فرملي استني انزلي اقعدي هنا ما تتحركيش من هنا ما تقوميش على الكرسي ده تاني عايزين نروح. قال لي بس كده تمام. قلت بس انت تعبان وجاي من السفر اسوق انا لحد البيت. قال لي لا انا عايزه اوصل البيت سليم. عنده حق انا عيالي وحشني وعايزه اشوفهم اعيش معاهم.